بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم في كتاب جديد، الفأل الحسن والأمل الصالح. ولقد ذكرنا من هذا الكتاب بعد المقدمة تعريف التفاؤل وحكمه وحكمة تشريعه، كما تحدثنا في اللقاء الثالث عن صور ومشاهد من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تتجلى فيها فوائد التفاؤل وآثاره الحميدة في حياة الفرد والأمة. وفي هذا اللقاء الرابع نتابع حديثنا بذكر بعض النماذج الأخرى المعبرة عن روح هذا المبدأ وعواقبه العظيمة. أيها الإخوة الأكارم، لقد اجتمعت كلمة زعماء قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشورة وأخذ ورد، وحبكوا لذلك الوسائل كلها لتنفيذ غرضهم الخبيث. وقد قص علينا ربنا سبحانه وتعالى مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأمام هذا المكر الخبيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم من مكة، وبصحبته الصديق رضي الله تعالى عنه خرج مهاجرا إلى المدينة، واختفيا عن أعين المشركين الذين جدوا في طلبهما والبحث عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا لحفظ الله تعالى له، وكان شديد الثقة به والتوكل عليه، يعلم أن عين الله لن تغفل عنه وأن حمايته لن تسلمه للمشركين. ولما أحس صلى الله عليه وسلم وهو في الغار أن رفيقه أبا بكر قد أدركه شيء من الخوف، لما أحس أن المشركين قد تجمهروا عند فم الغار، قال صلى الله عليه وسلم له بلغة المؤمن وبيقين العارف بربه الواثق بفضله المتفائل بأعظم العواقب والنتائج، قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي رواية قال له: لا تحزن، الله معنا. رواه البخاري. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النبأ ممتنا به على نبيه والمؤمنين، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه الصديق رضي الله تعالى عنه من الغار، واتجها إلى المدينة يحدوهما الأمل بالسلامة والوصول بأمان واطمئنان. وكان المشركون قد رصدوا الجوائز لكل من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وطارت أخبار هذه الجوائز في كل مكان، والسعيد من الفرسان من يدرك رسول الله
صلى الله عليه وسلم ويمسك به ويقود إلى المشركين لينال هذه الجائزة، وسمع بهذا كله سراقة، فأسرج حصانه وشد في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الظفر بتلك الجائزة، ويريد أن يكون له ذلك الذكر بين أشراف قومه. يقول سراقة: حتى إذا كنت قريبا منهم عثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها، أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألت، يقول سراقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان أيها الإخوة والأخوات، لقد كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدرب، درب الهجرة مع سراقة البطل الذي كان يطمع بالجائزة ويرجع بالذكر الجميل بين العرب، لكنه أدرك واعترف أن أمر محمد سوف يظهر ويظهر رغم كل عداء ورغم كل شدة. وأجمل ما في الأمر أيها الإخوة والأخوات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير بدينه وبنفسه متحاشيا صدام المشركين ولقاءهم، كان يحدوه الأمل أن يظهر عليهم وأن يعلو دينه فوق الأديان كلها، وأن كنوز الأرض ستسعى لتلقي زمامها بين أيدي أصحابه الذين كانوا يطاردون في كل مكان. أيها الإخوة والأخوات، لقد كانت تلك التفاؤلات والبشارات التي كان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وهناك على مرأى من أصحابه ومسمع، كانت تبدل كل المخاوف التي يمكن أن تتسلل إلى نفوسهم، وتبعث مكان الأمل بغد مشرق ومستقبل زاهر وانتصار أكيد. نعم أيها الإخوة الأكارم، من ساحة الخوف الذي كان سائدا والفقر الذي كان منتشرا، كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالأمن والسعة تفاؤلا بما كان يجده من توفيق الله عز وجل وتأييده. وما أحرانا نحن أيها الإخوة والأخوات أن نحسن الظن بربنا ونتفاءل ونحن نتصارع وجيوش الفتن والمحن، لأن الله عز وجل قادر أن يخرجنا من كل ضيق وأن يرزقنا الأمن والسلامة بعد كل كرب، فهو على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء حسن وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.